السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. متى يبدأ مفعول سورة البقرة؟ متى؟ على حسب نيتك، على حسب نيتك. يعني قصص سورة البقرة لا تحصى ولا تعد، وخصوصا سورة البقرة تشافي الجسد، الجسد بأن يعني أي مرض كان في الجسد تشفي سورة البقرة، سواء مرض عالي أو مرض من الأصحاء أو مرض من العين. سورة البقرة تبدأ أقصى مدة وهي 60 مرة، لما تقرأ سورة البقرة 60 مرة، يعني مثلا مرتين تقرأ سورة البقرة مرتين في اليوم ستعطيك 30 يوما. قبل أن تقفل 30 يوما سيتحقق لك الشيء الذي تريد بإذن الله، ولكن يجب أن تخلص نيتك إلى الله. يجب أن تقرأ سورة البقرة محبة إلى سورة البقرة، محبة إلى كلام الله، محبة إلى ذكر الله، محبة إلى الله. يعني يجب أن تحب سورة البقرة، ليس فقط سورة البقرة تسهل الزواج فتذهب وتقرأ سورة البقرة فقط لغرض الزواج، فهذا لا يتحقق. لا، لا يتحقق، لأنك أنت لا تخلص نيتك إلى الله. تخلص نيتك حبا لسورة البقرة، تحب كتاب الله، فأنت تقرأ سورة البقرة لأنك تحب كلام الله. لما تسمع كلام الله تحبه، فتركز في كلامي في الكلام لما تبدأ تقرأ سورة البقرة، كي يتحقق كل شيء بنا، ليس فقط المرض أو السحر، كل شيء يتحقق لك بإذن الله. إذا قرأت 3 مرات في اليوم في ظرف 20 يوم سترى بشرة من عند الله، ستأتيك بشرة في المنام، سترى شيء، شخصا يتكلم معك، أو سترى شيئا يتكلم معك في اليوم 20، يعني يوم 20 الذي ستقفل فيه 60 مرة سورة البقرة، لأنك ستقرأ 3 مرات. أما إذا قرأتها مرة واحدة في ظرف 60 يوما وعلى حسب النية، كل واحدة تفترق على النية. إذا كانت عندك تلك النية الخالصة مثلا، وأنت تحب سورة البقرة وتحب الشفاء بها إن شاء الله، والله سيشفيك بسورة البقرة، وأن تخلص نيتك إلى الله وتقرأ 5 مرات 4 مرات 3 مرات يوميا بحب وشغف، ستشفى بإذن الله، ستتفاعل معك سورة البقرة بسرعة. أما إذا كانت نيتك فقط لجني الأموال، سورة البقرة لفتح باب الرزق فقط، أقرأ سورة البقرة ليفتح الله الرزق، يفتح لي الله الرزق، أو الزواج، أو بطل السحر، فقط لهذا، فقط لهذا. يعني لما تنتهي لن تقرأ سورة البقرة، فهذا ليس نية خالصة إلى الله، وليس نية خالصة لكتاب الله. يجب أن تخلص نيتك مع الله، تخلص، تجلس وتقرأ سورة البقرة حبا لسورة البقرة وطاعة إلى الله وتوسلا إلى الله. التوسل إلى الله هذا هو ليس يعني التوسل إلى الله. ولما تنتهي من سورة البقرة تقول يا الله، اللهم اغفر لي وارحمني بسورة البقرة وارحم والدي، واطلب حاجتك وتوسل إلى الله. يعني توسلك إلى الله وشغفك إلى الله سبحانه وإلى سورة البقرة، وحب سورة البقرة كشيئا إذا طبقتهم ستعمل معك سورة البقرة. أنك تركز لما تكون تقرأ، تركز في الكلمات، ليس أنك تقرأ وتفكر في كذا وتفكر في كذا، لا، تقرأ وتركز في كلام الله، ماذا يقول الله في سورة البقرة، وتركز فيه وتتمعن في كلام الله وتركز في نفس الوقت. والحاجة الثانية هي تحب سورة البقرة، يجب أن تحبها، يجب أن تحبها وتحب قراءتها، يعني تحب قراءتها بقلب صافي، ليس فقط بعقل تفكر أنك فقط للزواج أو لكذا أو لكذا، فقط سورة البقرة سأفعلها لكذا، لا، يجب أن تحبها بعقلك وقلبك، تحب سورة البقرة وتحب كلام الله، وبهذه الطريقة ستعمل معك سورة البقرة إن شاء الله بالسرعة وتتحقق أمنياتك. ولكن يجب الاستمرار، هذا ما أقوله. ولو أن تشفى أو يأتيك رزق أو تتزوج أو يبطل ساحر أو تبطل عين، يجب الاستمرارية. الاستمرارية ماذا؟ لأنك تبرهن إلى الله، ليس فقط لشيء ما تريدها، لأنك تحب سورة البقرة تقرأها يوميا فقط، هذا. ويجب أن تبرهن إلى الله أنك تحب كلام الله، هذه هي الطريقة كي تتفاعل معك سورة البقرة بسرعة. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير، وإلى اللقاء، ومع السلامة.